بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف ازاي نثبت ال DVR، نثبت جواه الهارد ديسك. في الحقيقة ده هارد ديسك 320 جيجا، المفروض ان هو SATA، تمام. اول حاجة طبعا لازم نفتح ال DVR بتاعه. خليني دلوقتي اشيل بس ال باور من ال DVR وبعدين نشوف ازاي نتعامل معاه. ده ال DVR بتاعنا، المفروض هنا الداتا بتاعت الكاميرا تبقى انها تركب هنا. لو عندي وصلات اوديو ممكن تركب هنا. ده الفيجا عشان لو عايز اوصل سكرين، ولو في اتش دي ام اي برضو مفيش مشكلة. ده المفروض البي تي زد، ده علشان لو في كاميرا متحركة او حاجة. ودول مخرجين يو اس بي عشان لو عايز اكونكت ماوس او اكونكت فلاشة مفيش مشكلة. وده المفروض البورت بتاع اللين علشان نوصل من خلاله للدي في ار، نقدر نخش عليه من خلال الانترنت او من خلال اللين بتاعتنا. طبعا في مسامير جانبية كده في الدي في ار، المسامير دي لازم نفتحها عشان نبدأ نحط الهارد ديسك اللي احنا هنسجل عليه جوه. هبدأ ان انا افتح المسامير دي. بعد ما فكيت الاربع مسامير اللي في الجناب، بس انا هشد ده كده عشان يخرج البادي بتاع ال DVR. طبعا هلاقي عندي في اماكن معمولة اهي، اماكن دي عبارة عن مسامير لتثبيت الهارد ديسك. ده الكابل بتاع الداتا، وده الكابل بتاع الباور اللي هيروح للهارد ديسك. هنبدأ ان احنا ندخل في مرحلة بقى التثبيت بتاعة الهارد ديسك نفسه. طبعا احنا عندنا هنا اربع اماكن اهو، وفي اربع اماكن مقابلة ليهم في ال DVR، اللي هما الاماكن دي لتثبيت الهارد ديسك. طبعا احنا المفروض نحط بقى الهارد ديسك بالشكل ده، يعني نحطه افقي. في بعض الانواع بتبقى طويله شويه تقدر تحطه بالطول، بس يعني هنا عشان اظبط على الاماكن بتاعه الهارد ديسك هتبقى كده. دايما في الباكج بتاعه الدي في ار بيبقى في عندك الحاجات اللي هتستخدمها في تثبيت الهارد. يعني في عندي اربع مسامير هنا ماشي، وفي عندي المفروض المثبتات دي علشان يبقى في عازل ما بين الجسم بتاع الهارد وبين البادي بتاع الدي في ار. طيب دلوقتي المفروض انا هبدأ ان انا اثبت الهارد ديسك هنا كده. طبعا بس الداتا هبدأ ان انا بقى اقلب الدي في ار وايدي ماسكه الهارد ديسك، بحيث ان انا اعمل ماتشنج مع الهولز اللي موجوده في الهارد ديسك. هبدأ ان انا اعمل ماتشنج، ادي الهولز اهي عشان اربط فيها المسامير بتاعتي. طبعا احنا بقلنا المسمارين اللي هنا دول، المسمار ده المسمار اللي هنا ده، ونبقى كده ثبتنا الهارد ديسك. ده اللي انا هعمله دلوقتي اهو. طبعا انا ثبت الاول بشكل قطري، ولو معاك حد يسند عليك الهارد يبقى افضل، يعني في اول مسمارين بس.
كده المفروض احنا ثبتنا الهارد ديسك بتاعنا. هنبدأ بقى في التوصيل كأنه يعني جهاز كمبيوتر عادي. هنبدأ نوصل الداتا بقى بتاعته والباور. كده احنا وصلنا المفروض الداتا والباور بتاعته. بعد كده هنبدأ ان احنا ببساطة جدا نقفل بقى تاني الجسم بتاعه. كده خلاص كده تم التثبيت بتاعه، مفيش مشاكل فيه. هنبدأ بعد ما ركبنا بقى نبدأ نعيد التوصيلات تاني اللي كانت موجودة. طبعا هو الدي في ار المفروض ان هو بيجي معاه ماوس خاص بيه، بس يعني اي يو اس بي ماوس مفيش مشكلة. يعني الماوس ده لو عايز اوصله مفيش مشكلة، عشان اعمل انيشال كونفيجريشن بيبقى مفيد. يعني طبعا الماوس ليه طرف يو اس بي ادخله. فأي واحد من الاثنين ممكن نحط فلاشة في الباقية دي مفيش مشكلة. ده الكارت بتاع الكابل بتاع الشبكة. بعد كده وصل المفروض ال data cables. طبعا هو في أرقام بيبقى مكتوب بقى 1 3 2 4، بحيث ان انت تبقى عارف الكاميرا متوصلة في انهي واحد. انا هوصل كاميرا internal وكاميرا external. شوف بس كده ده الكاميرا الأولانية أوصل بيها، دخل عادي وبعدين دور كده. تثبيتها سهل يعني مفيش فيها مشكلة. ودي الكاميرا التانية. وبعدين بعد كده بقى لنا بس الباور. طبعا الدي في ار دلوقتي بقى بيعمل بوت. لو بصينا كده عليه هنلاقيه ان هو بيعمل بوت وكده هو ريدي. ممكن بقى نبدأ نتعامل مع الهارد ديسك اللي جوه عن طريق يوتيليتي، عن طريق ويب انترفيس، زي ما انت عايز بقى.